انكم تشاهدوا الفيديو. يلا ها ثم تطبدي ها الله يلا ها هو ها هو شعري عمركم ما شفتوه. لا الله تطبدي الله الله ما عمركم شفتوها وليداتي. هذا التضامن ما يغلاش عليكم على الدمعه ديالكم الحاره، ما يغلاش على الدمعه ديالكم صحاب الكونسير، ما يغلاش عليكم، ما يغلاش على وليداتي اللي مراد راجل ومراه، حتى انا قرعوه لي النهار اللي بغيت ندير له عمليه، حتى انا قرعوه لي، واللي ما كيعرفش القيمه ديال الناس الكونسير ها ما يصحابكمش كان كذب. ما صحابكمش كلشي قلبو قاصح، انا ما كنسوش عليك السيده، ما كنسوش عليها. ما عنديش ما ندير من الحاجه اللي غادي تغير لي المغاربه وليداتي. هذا المرض انا عارفه القيمه ديالو. بركة تبارك بركة حبيبي. ما صحابكمش المغاربه عندنا ارخاص. تضامن اخوتي. المغاربه ماشي رخاص. المغاربه ماشي رخاص. المرضى المرضى مساكن ماشي رخاص. سيدنا ما مخلي ما داير لهم الحمد لله. ولا الناس اللي ما مخليه ما دايره لهم الحمد لله بالمساعدات. والناس الطيبين سيطلعوا على الرباط شوفوا الديور اللي عاطينهم في سبيل الله العائلات ديالهم باش كيتضامنوا معاهم. تجي وحده سرحات شبعات وتقول لهم الكونسير. وليداتنا ما خسرات لكم حتى حاجه. والمهم زهره كما تنقول لك اللي تعدى عليك نمشي عليك الحبيب بيس كنقولها وقاده بها ندير عليك كلشي. المهم زهره اللي باقي اداك ولا باقي ذكرك وغنقلب الفيديوهات كاملين اللي تهضر عليك وقال قبيلتها غادي نتفاهم معاه. هي سمحات في ميمتها وسمحات في خوتها. صفة تطبديع صف متابعينا الكرام. صفة تطبديع حيدي لها المقص حيدي لها حيدي لها صافي حيدي لها صافي حيدي لها صافي حيدي لها بركة لك. متتبعينا الأوفياء إن دل على شيء يدل على القلب الكبير ديال تطبديع، إن دل على شيء يدل على الإنسانية في تطبديع، إن دل على شيء يدل على كبرانية القلب ديال تطبديع، إن دل على شيء يدل على الإحسان والإحساس ديال تطبديع مع أمراض السرطان، مع مرضى السرطان. تحية كبيرة لك تطبديع وتستحقي ها هو تستحقي كل احترام ها هو وتستحقي كل الحب ها هو. وتحية كبيرة أنا معاكم وليداتي. تحية وتقدير لي أنا معاكم وليداتي. ها هو ها هو ماشي خساره فيكم باش تعرفوا راسكم عزاز، لان حتى انا طلعت للكازا حتى انا باش ام زهره ما تقولولهاش كنا تضامن مع خوتي المرضى. انا كلشي تيبكي تطبلي على كلشي الصراحه كنا معاهم وتا واحد ما كيبغي هاد الدعاء اللي دعاته. هادو هما اللي يستحقون نكبروا بهم هما انهم يتضامنوا معانا وانهم ولو برساله زوينه ولو برساله. هادو هما الناس اللي بغينا نشجعوهم، هادو هما الناس اللي بغينا نوقفوا معاهم، هادو هما الناس اللي بغيناهم يكونوا اللي ما يحقروش خوتهم لا مرضى ولا ولا ولا. كلنا لما ما مرضناش اليوم نمرضوا غدا. كل واحد شنو جايب لنا الطريق، كل واحد كيفاش ان صدفاته الدنيا، كل واحد شنو عطاته الدنيا، لان اللي ما خرج من الدنيا ما خرج مع قايبها. اليوم يوم لك ويوم عليك. هنا تيبانوا ولاد الناس وبنات الناس، هنا تيبانوا الناس المحترمين، هنا تيبانوا الناس اللي عندهم القلب.
ماشي مرضى السرطان، مرضى السرطان بحال اللي مرض بالكحبه بحال اللي مرض بالسرطان، بحال بحال مرض مرض يلاه مرض مرض. الله اللي كيفرق الرزق سيفرق المرض سيفرق الحق ديال كل انسان مع الفجر. عطيونا لايكات اخوتي واش ما نساهلوش لايكات، عطيونا لايكات الله يخليكم، عطيونا لي لايك فضلا وليس امرا. وليدات طاطا تصدمونا مع الناس ديال السرطان من الاطفال حتى الشيبانيين، من الاطفال حتى الشيبانيين، من الشيبانيين حتى الاطفال. صدامون طاطا بديع معكم، الدمعه ديالكم غاليه لان عارفه حتى الدموع ما كانوش كيبغيو يهبطوا لي، كيجيو ثقال كيهبطوا لي غير هكا وانا ناعسه، كيهبطوا لي غير هكا وانا ناعسه، ولكن تنقول يا ربي وكنشوف في الله وكنساين الدقيقه د الموت، ولكن ربي سبحانه وتعالى دار لي المعجزه، دار لي المعجزه وعطاني عمر طويل الحمد لله، عطاني عمر طويل وكان هذا العمر طويل وكنتمنى هادشي اللي بقى لي يدوز الطاعة ديال سيدي ربي سبحانه وتعالى، في الطاعة ديال الله سبحانه وتعالى. وسيدي ربي ما فرش نحجرنا، أي حاجة جات مرحبا، أي حاجة بغاها الله لينا مرحبا بها.